معنا مختصين في الكوتشين ووسطاء أسريين وخبراء في الحياة الزوجية، الحياة الزوجية والسعادة الأسرية. معنا العديد من المترشحين والمترشحات اللي كيقلبوا على النصف ديالهم الآخر بكل جدية. طريقة ديال الانخراط معنا، الناس اللي كيجيو عندنا يعني باغيين يتزوجوا بكل جدية، كيجيبوا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، كيجيبوا 5 ديال الصور كبار وواحد الصورة صغيرة باش كنصوبوا لهم واحد البطاقة العضوية. من بعد كيجيبوا لنا واحد الوثائق أخرى اللي كتثبت بحال السجل العدلي، التحاليل ديال الدم اللي كتثبت أنهم خاليين من أمراض جنسية أو معدية، وكذلك شهادة العمل اللي كتثبت يعني فاش ديك العمل ديالهم، و شهادة العزوبة إلا كان عازب، وشهادة الطلاق إلا كان مطلق، وشهادة الوفاة ديال الزوجة أو الزوج إلا كان أرمل ولا أرمالة. الملفات اللي دازوا عندي، الأعمار عندنا تقريبا من ديك 24 عام 25 عام يعني في الفتيات، في الرجال كاين يعني حتى هما في نفس يعني حتى كداو 50 عام. راه كاين البنت اللي مكمله قرايتها، كاين البنت اللي ما مكملاش، كاين البنت اللي خدامه، كاين كل الظروف ديالو. حنا ما يعني حنا الا القاصرات اللي ما كنزوجوهمش، الا القاصرات. اما اي بنت في السن ديال الزواج مرحبا بها، يعني كل الرغبه ديالو. كاين اللي كيبغي، كاين اللي باغي يبقى يتزوج بطريقه تقليديه كما عارفين، كاين اللي كيبغي كيلجأ بحال هاد المكاتب، بحال هاد لي زاجونس ماتريمونيال، كيبغي يتزوج بهذه الطريقه هذه، ولكن كل الرغبه ديالو. حنا هذاك العزوف هو اللي بغينا نحدو منه بهذه الطريقه هذه. عزوف ديال الشباب عندهم بزاف الاسباب اللي خلاتهم يوصلوا للعزوف. كاين عدم الثقه، كاين البطاله، كاين بزاف المسائل، فهمتي. حنا المؤسسه ديالنا يعني حتى داك عدم الثقه، يعني هذا المشكل هذا ما كيبقاش. يعني ملي كيجي يتزوج من المؤسسه يعني كيجي كيشوف واحد الملف بكل ثقه. اول وكاله للوساطه في الزواج في المملكه المغربيه مرخصه من السلطات العموميه. الفكره ديال المشروع هو انه اول حاجه الاسم تحفه العروس هو ماخوذ من واحد الكتاب مشهور اللي كيتكلم على مبادئ الزواج، اسم ديالو تحفه العروس. اما بالنسبه للفكره ديال تحفه العروس كوكاله للوساطه في الزواج والتكوين والتاهيل والارشاد من اجل الزواج، هو ان الفكره من طبيعه الحال كان عندنا موقع من 2013 حتى 2017 ديال التعارف من اجل الزواج، لكن هذا الموقع ما عطاناش سميتو الاشياء الاستراتيجيه اللي خططنا لها، لكن بالتعاون مع مجموعه من الدكاتره ديال علم الاجتماع وخصوصا علم اجتماع الاسره، عملنا واحد الدراسه معهم بطبيعه الحال، عطاونا مجموعه من النتائج، وانه تنامي ظاهره العنوسه، تنامي ظاهره العزوف عن الزواج، وكذلك تنامي ظاهره الطلاق. وبالتالي فاحنا بغينا نشوفوا شي نموذج اللي يكون فعال لحل هذه المشاكل هذه. وبطبيعه الحال اهتدينا لمجموعه من الوكالات ديال الوساطه في الزواج في العالم العربي، في اوروبا، في امريكا، ولكن اختارينا النموذج الماليزي، فانتقل الفريق العمل الى ماليزيا كوالالمبور، وشاهدنا هناك وعايشنا مجموعه من الوكالات اللي الان الحمد لله كتخلق القيمه المضافه، واستطاعت تزوج واحد العدد كبير، وكتلقى دعم من السلطات الماليزيه.